أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، تقدمها ريم سيف، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. جائزة البحرين لريادة الأعمال تحتفي بالمبدعين والمبتكرين ومبادرات تشجيع الأعمال في البحرين. اختتام فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي الرابع لتقنية المختبرات بحضور مميز من المشاركين والعارضين. وكالة موديز للتصنيف الائتماني تشيد بأداء وأرباح البنوك السعودية في 9 أشهر. ونمو أرباح شركة أعمار مولز الفصلية بنسبة 11% ل 132 مليون دولار. أهلا بكم من جديد. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد لدى رعايته جائزة البحرين لريادة الأعمال بنسختها الثالثة على أن القدرات البشرية هي الثروة الأثمن للأوطان مهما كانت المتغيرات، مع مواصلة الاستثمار في المواطنين عبر التعليم والتدريب ومبادرات تشجيع الأعمال. مزيد من التفاصيل حول الجائزة في تقرير الزميل محمد الجيوسي. منذ انطلاقتها الأولى قبل 3 سنوات، تواصل جائزة البحرين لريادة الأعمال احتضانها لرواد الأعمال وتحفيز الابتكار في كافة القطاعات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، ودعم تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة لبناء شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. تمكين مؤسسة انشأت اللي اسما على مسمى، نمكن المواطن البحريني في تحقيق او طموحاته او طموحاتها. واحنا دائما نقول يعني برامجنا نبي شخص عنده فكرة او عزم، وان شاء الله احنا بنكون عون. 21 رائد عمل متميز وأكثر من 300 مشارك هي حصيلة جائزة البحرين لريادة الأعمال منذ نسختها الأولى العام 2015، لتجسد مساعي تمكين والقطاع الخاص في ترسيخ روح ريادة الأعمال مدعوماً بالتفكير المبتكر تجاه التنويع الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي وإيجاد مزيد من الوظائف والاستثمارات النوعية في المملكة. هاي التكريم جاي من القيادة، والقيادة اللي هي لازم بعد تكرم في هذا المجال، لأن نتائج هذه التخطيط والعمل الدؤوب من أجل نهوض بالشباب. بيسكلي احنا نصمم المجوهرات من الذهب الخالص عيار 22 ومن ذهب عيار 18. قطاعنا طبعا تتقسم لقسمين، قسم يكون الريدي تو وير اللي تكون هي جاهزة احنا نصممها وتكون جاهزة عندنا في البوث، وعندنا القطع الثانية اللي احنا نصممهم كاستمير. فمثلا إذا واحدة حابة شيء مميز، شيء تتذكره مثلا دبلاتها، المهم أي شيء تحسها تبي قطعة عزيزة عليها، فاحنا نصمم لها القطعة طبعا from scratch. أهداف سامية ابتكرت على أساسها فكرة جائزة البحرين لريادة الأعمال، فالمراد هنا خلق بيئة حاضنة تطور ريادة الأعمال في المملكة من خلال الارتقاء بمستوى الفائزين وتطوير مهاراتهم عبر منحهم جلسات تدريب متواصلة من قبل أبرز رواد الأعمال الناجحين، ليصبح تحويل الأفكار الملهمة إلى مشاريع ناجحة شغل البحرين الشاغل لمستقبل أفضل للأجيال القادمة. اختتمت فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي الرابع لتقنية المختبرات لابتك، والذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر. وقد أقيم هذا المؤتمر بتنظيم من الجمعية العالمية للعلوم الكيميائية السعودية، فرع الجمعية الكيميائية الأمريكية، وبرعاية عدة شركات عالمية منها أرامكو السعودية وشركة نفط البحرين بابكو والسعودي شفرون وسابك. وقد حقق المؤتمر نتائج مميزة من حضور المشاركين والعارضين، وقد بلغ عدد المشاركين أكثر من 700 مشترك من عدة دول عالمية وإقليمية وخليجية. كما اشتمل برنامج المؤتمر على تكريم 4 من الطلبة السعوديين الفائزين بمراكز متقدمة في أولمبياد الكيمياء العالمية الذي أقيم مؤخرا في تايلاند.
أشكر حكومة مملكة البحرين متمثلة بمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط لرعايتها لهذا المؤتمر، وأشكر جميع الشركات المساهمة في إنجاح هذا المؤتمر، وكذلك أشكر جميع المشاركين والمشاركات في إنجاح هذا المؤتمر. وفي هذا المؤتمر تم نقاش 165 ورقة علمية في الجودة وأهميتها في الصناعات وفي البيئة وفي التكنولوجيا وفي الصناعات والتطورات العلمية في الصناعة والزيت. انطلقت فعاليات معرض حقوق الامتياز التجاري والمطاعم الأول في البحرين تحت رعاية محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، ويجمع المعرض أصحاب حقوق الامتياز التجاري العالمية والوطنية لتعريف المستثمرين على كيفية تحليل اتفاقيات الامتياز وتقييم الفرص التي يمكن أن تقلل من المخاطر. وقد أكد محافظ العاصمة أن الفعالية تنسجم مع أهداف المحافظة، وذلك بما تقدمه من منصة أعمال لرواد أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستكشاف الفرص والآفاق التجارية الجديدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. لا شك أن هذا النوع من الأنشطة اللي تصب في تعريف رجال الأعمال بالشركات والفرانشايزز الموجودة في المنطقة وأمريكا. طبعا مثل ما شاهدنا احنا في السابق، يعني احنا ركزنا على فئة الشباب وكان عندنا اسبوع المنامة، والآن عقب هذا الافتتاح هذا المعرض الهام اللي يهدف في خلق قاعدة جديدة من رجال الأعمال. طبعا هي مستقبل الأعمال هي المنشآت الصغيرة، فتم تركيزنا على قطاع الفرنشايز لدعم المنشآت الصغيرة وإيجاد فرص العمل للشباب في كل دولة. فنتجه اتجاه الحكومات الآن إلنا أن الاهتمام بهذا القطاع المهم الحيوي لرفع الاقتصاد وتوفير العمالة الوطنية. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء عند مستوى 1267 نقطة مرتفعا بنسبة 0.6%، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,478,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 360,000 دينار تم تنفيذها من خلال 68 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 56% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ونتابع الآن مشاهدينا مع إغلاقات البورصات الخليجية، ونبدأ مع البورصة مع السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 6954 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.26%. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6258 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.27%، وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4376 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.16%. في خبر آخر، أشادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير بأداء القطاع المصرفي السعودي، حيث ارتفعت أرباحه بنحو 3% في فترة التسعة أشهر من هذا العام مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع مشاهدينا بالأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل من الفوائد والانخفاض القوي في التكاليف. وقد ارتفع الدخل من الفوائد بنسبة 8% في فترة تسعة أشهر نتيجة ارتفاع هوامش صافي الفوائد بعشرين نقطة أساس لتصل إلى 2.9%. ويعكس هذا الارتفاع نمو العائد على الأصول بالإضافة إلى تراجع تكلفة التمويل.
أعلنت أعمار مولز عن تحقيق إيرادات بقيمة 238 مليون دولار خلال الربع الثالث بنسبة نمو 13% مقارنة بإيرادات الفترة المماثلة من 2016 والتي بلغت 211 مليون دولار، ويعود هذا النمو بشكل جزئي إلى ضم إيرادات نمشي. وكان قد وصل صافي الأرباح خلال الربع الثالث من 2017 إلى 132 مليون دولار بنمو نسبته 11% مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث من العام الماضي. وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة أعمار مولز وإعمار العقارية: تواصل أعمار مولز نموها استنادا إلى عدد من المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى إثراء تجربة الزوار والعملاء، وهو ما يتجسد في تطبيق العديد من التقنيات الحديثة التي تضمن قيمة أكبر للعملاء وتجار التجزئة على حد سواء. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل: أكبر ألماسة وردية في العالم تعرض في مزاد بجنيف وتوقعات أن تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار. في مصر قالت عادلة رجب نائبة وزير السياحة إنها تتوقع ارتفاع إيرادات بلادها من قطاع السياحة إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016، وذلك وفقا لما قاله محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في يناير. وتوقعت نائبة الوزير في تصريحات لصحيفة الشروق المحلية وصول عدد السائحين الوافدين إلى البلاد إلى 7.5 ملايين سائح بنهاية هذا العام، وزار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح في 2010، وهو هذا العدد إلى 9.8 ملايين سائح في 2011 وإلى نحو 4.5 ملايين سائح في 2016. وإلى الصين، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ عن سلسلة من الاتفاقيات التجارية بقيمة إجمالية تفوق 253 مليار دولار على خلفية سعي الرئيس الأمريكي لإعادة التوازن إلى المبادلات بين البلدين. وتم توقيع هذه المجموعة من الاتفاقيات خلال لقاء بين الرئيسين في بكين، والتي تشمل قطاعات متنوعة ما بين الطاقة والسيارات والطائرات والصناعات الغذائية والإلكترونيات، وتستفيد منها شركات كثيرة منها كاتربيلار وجنرال إلكتريك. ومن ضمن هذه الاتفاقيات التجارية وقعت شركة جنرال إلكتريك 3 اتفاقيات طيران ومحركات مع شركاء صينيين بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار. وإلى سوق الطاقة، حيث توقعت منظمة أوبك في تقرير لها تباطؤ نمو الطلب على نفطها خلال العامين المقبلين، حيث رجحت وصول الطلب إلى نحو 33 مليون برميل يوميا عام 2019. وبحسب أوبك فإن ارتفاع أسعار النفط الذي يأتي نتيجة اتفاقية خفض الإنتاج سيدعم الإنتاج خارج المنظمة، ما سيقلل الطلب على نفطها. كما رفعت المنظمة بشكل كبير التوقعات لإمدادات النفط المحكم والذي يشمل الخام الصخري الأمريكي في السنوات المقبلة مع انضمام روسيا والأرجنتين إلى قائمة المنتجين. من جانب آخر، قال الأمين العام لأوبك إن لا أحد من المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات يعترض على فكرة تمديد الاتفاق بعد مارس المقبل. وإلى سوق المعادن، حيث تراجع الطلب على الذهب إلى أدنى مستوى منذ 8 سنوات في الربع الثالث من العام الجاري مع انخفاض طلب المستهلكين على المجوهرات، وتراجعت الاستثمارات في صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب. وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب ب9% بنهاية سبتمبر الماضي إلى 915 طن، فيما توقع المجلس استمرار التراجع حتى نهاية العام. وأوضحت البيانات أن ارتفاع مؤشرات الأسهم في الأسواق العالمية أدى إلى تراجع التدفقات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب ETFs ب87% في الربع الثالث على أساس سنوي لتصل إلى 19 طن. والآن نلقي نظرة سريعة على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
أخيرا يقام مزاد في جنيف الأسبوع المقبل لبيع حجر كريم من الألماس وردي اللون، يصفه خبراء بأنه الأكبر في العالم، ويتوقع أن يجلب ما يصل إلى 30 مليون دولار. وعرضت دار مزادات سوثبيز الجوهرة التي أطلق عليها راج الوردية والتي تزن أكثر من 37 قيراطا، واستخرج الحجر غير المصقول في عام 2015، ولم يجري الكشف عن اسم مالكه الذي يبيعه في المزاد. وفي مزادات سابقة بيعت أحجار أصغر من الألماس الوردي حيث تجاوز سعر القيراط الواحد مليون دولار، وبيع حجر كريم مماثل وزنه 24.78 قيراط بأكثر من 46 مليون دولار في نوفمبر من عام 2010 في جنيف. وبهذا الخبر نأتي إلى ختام جولتنا الاقتصادية، ونذكر بأبرز ما جاء فيها. جائزة البحرين لريادة الأعمال تحتفي بالمبدعين والمبتكرين ومبادرات تشجيع الأعمال في المملكة. اختتام فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي الرابع لتقنية المختبرات بحضور مميز من المشاركين والعارضين. وكالة موديز للتصنيف الائتماني تشيد بأداء وأرباح البنوك السعودية في 9 أشهر. ونمو أرباح شركة أعمار مولز الفصلية بنسبة 11% ل 132 مليون دولار. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية، قدمناها لكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، ونرحب دوما بتواصلكم معنا عبر بريدنا الإلكتروني bizdnews@info.gov.ph. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.